بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة يعني أنا اليوم صائم، وبعد قليل سأفطر، وأحببت أن أبث إليكم هذه الومضة الإيمانية الرائعة أذكركم بها. الحقيقة أحبتي في الله، هناك أمر عظيم جدا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. نظرة النبي للأمور كانت تختلف عنا أيها الأحبة. النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام كان لديه نظرة مختلفة تماما عن نظرتنا لهذه الأمور. كيف؟ لقد كان ينظر إلى الدنيا وإلى الآخرة معا، وينظر إلى الكون، كيف لا وهو الذي أخذه الله في رحلة كونية يوم المعراج عندما رأى من آيات ربه الكبرى. النبي عليه الصلاة والسلام أدرك المعنى الدقيق لقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. يعني كلما تكلمت بكلمة طيبة تصعد إلى الله، كلما عملت عملا صالحا يصعد إلى الله، كلما ساعدت إنسان يصعد إلى الله. طيب ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ الله تبارك وتعالى يقول في حديث قدسي: إن عمل ابن آدم كله له، أو عمل ابن آدم كله له، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أي أن الصوم هو لله وهو يجزي به سبحانه وتعالى. الحقيقة أيها الأحبة، هذا أمر عجيب. يعني اختار النبي العمل الذي يحبه الله ويجزي به. دققوا معي أيها الأحبة. إذن اختار الصيام، ولكن ما هي الأيام التي اختارها؟ النبي يعلم، والله هو الذي علمه، أن الأعمال تصعد إلى الله يومي الاثنين والخميس. الأعمال تصعد إلى الله، هذا الكلم الطيب يصعد إلى الله، العمل الصالح يصعد إلى الله. أنت ملخص حياتك خلال هذا الأسبوع، يعني أنت عملت مثلا يوم الجمعة والسبت والأحد، الاثنين تخرج نتيجة هذا الامتحان، تصعد نتائج أعمالك إلى السماء. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس، وعندما سئل لماذا يا رسول الله قال: أحب أن يصعد عملي إلى الله وأنا صائم صلى الله عليه وسلم. والله يعني انظروا إلى بعد النظر. هل هذا نبي؟ بالله عليكم أيها الملحدون، هل هذا نبي يحق لنا أن ننتقده، أو نقول إنه يروج للخرافات والأساطير، أو أنه جاء بالعنف أو بالذبح أو بالسيف؟ هل يصح في حق هذا النبي ذلك؟ هذا سلوك النبي في حياته، ولم يرائي أحدا، لم يعمل هذا نفاقا، كان يعمله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. علميا اليوم أيها الأحبة، هناك من أكثر الطرق شيوعا الآن لرفع النظام المناعي ولعلاج السمنة ولعلاج السكري وأمراض الكبد، وهذه دراسة حديثة موجودة في جامعات عالمية، جامعة أسترالية قامت بها وجامعة ألمانية، تقول بأن الصيام يشفي من أمراض لم نكن نتصورها من قبل. وأفضل طريقة للصيام عمليا هي الصيام، يسمى طريقة 2-5. يعني سبحان الله، حتى الطريقة جاءت 2 وخميس، يعني يومين بالأسبوع، أن تصوم يومان وتفطر 5 أيام، تسمى طريقة 2-5. نحن في الإسلام النبي شرع لنا صيام الاثنين والخميس. أولا فيه فوائد كثيرة طبيا ونفسيا، ويرفع النظام المناعي، وبخاصة الآن في علاج الأوبئة وفي ظل هذا الوباء الذي نتعرض له، الصيام هو أقوى وسيلة أيها الأحبة ليجعلك في صحة أفضل وفي نظام مناعي أقوى ضد أي فيروس أو أي مرض كان. الشيء الثاني، أنك عندما تعمل عملا صالحا يجب أن تنتظر كل اثنين وخميس، وتتصور وتجلس وتتخيل وتتفكر أن عملك اليوم يصعد إلى الله، فتحب هذا الصيام. حتى لو جعت وتضورت جوعا ستحب هذا الصيام. طبعا التضور جوعا كما يقول البروفيسور لونغو،
كما قلنا يؤدي إلى أن الخلايا الهرمة والتالفة والشاذة والخلايا السرطانية والخلايا المريضة كلها تموت وتصبح غذاء للخلايا الصحيحة. إذن الجوع شيء جيد عندما تجوع وأنت صائم. أحبتي في الله، لا أريد أن أطيل عليكم، ملخص هذه الكلمة التي أحببت أن يستفيد بها أحبتي في الله، والله إني لكم من الناصحين، احرص على صيام الاثنين والخميس وتعمد أن تجوع، يعني تقصد أن تجوع، لأن الجوع يقتل ويجعل الخلايا المريضة تموت، والخلايا الشاذة والسرطانية والخلايا خلايا الالتهاب خاصة في الرئتين يجعل هذه الخلايا تموت وتصبح غذاء للخلايا النشطة وتصبح الخلايا العادية أكثر نشاطا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأسأل الله أن يتقبل منكم الصيام والقيام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.